خامس خطوه فين القوانين الخاصه بالعنف ضد الاطفال على البتاع؟ ما هو يعني الحاجه اللي ما بتتحطش لها قوانين بيبقى صعب، يعني صعب ان هي اما نلاقي ابن محروق محروق كده اثار الحرق على جسده، ونلاقي ابن تاني اصل معمول له عاهه وصبعه ما بتعملش. شفت الحالات دي حقيقه، انا بكلمكم عن حالات انا شفتها بعينيا، صبعه ما بيعملش، او ابن الكتابه بتاعته ما بقاش يكتب بالصبعين دولت وبقى يكتب بالشمال وبيتعلم من اول وجديد علشان اتعمل، مش عايزه اقول الامر، بس الشرايين بتاعه الثلاث صوابع اتقطعت. خليني اقول لكم على حاجه، موضوع يقول لك ايه، طب احنا يعني ما نضربش عيالنا بقى ويعملوا، ما العيال ما بيسمعش الكلام، ما هو مش عارفه ايه. انا بتكلمش في موضوع ضرب دلوقتي لان الضرب ما بيجيبش نتيجه، تعالوا ما اقول لكم الضرب بيعمل ايه. ما بيفتكرش السلوك اللي انت ضربته عشانه، هو بيفتكر ايه؟ الاب الظالم القاسي اللي معايش نفسكنا عسكريه وكاننا مش اولاده ونشك، وانتوا فعلا لقيتونا عند الجامع؟ هو ده فعلا ابونا ولا احنا عيالكوا ولا ايه؟ طب ما انتوش قد الخلفه وانتوش عارفين تربوا، ما تجبتونا ليه؟ ونسمع الكلام ده كتير جدا. طب ما بتكلمش عن الضرب، مش هيفتكر، مش ملوش مردود تربوي صدقوني. طيب امال اولادي يسمعوا الكلام ازاي؟ ها مش بالعنف ولا بالقسوه ولا بالضرب، ما بيجيبش نتيجه، وبيفتكر بس الاب القاسي والموقف اللي انضرب فيه، ما افتكرش بسبب ايه. طب ازاي ابني يسمع الكلام؟ بالتحبيب والتحفيز والتشجيع وتعزيز السلوك اللي مش موجود. ده انت كريمه، ده انت بتحب اخوكي، ليه اللي زنعتي منعتي ده ليكي وده لاخوك؟ تتعلم الكرم. فين الماما ودي البابا ودي اخي ودي جده ودي، تتعلم العطاء. معناها هي اصلا تاتي، شايف كل العيال كلها هتي الامهات تساليها تقول لك تاتي تاتي مش عايزين يطلعوا. فعزز السلوك اللي مش موجود، وافتكروا قصة سيدنا عبد الله بن عمر، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، ما كانش لسه قام الليل. وده حاجة بالحب، بقول بس ماما بتحب كذا والأعلى الله عز وجل يحب فكلنا نفعل، فيجد من الأب والأم سرعة في تنفيذ طالما الله سبحانه وتعالى يحبه، طالما الله سبحانه وتعالى أمر هو كمان يعمل كده. طيب العاطفة، ماما زعلان، ماما زعلانه دي البيت ينقلب، ماما زعلانه دي. انا شفت مره الموقف ده مسرحيه ما بين زوج وزوج، ما بين زوج وزوج بيعملوا ايه؟ ماما زعلانه بس خلاص يا امي ممتازه مش هنعمل كده، طب ايه الصح؟ طب ما تزعلي، طب حقك، طب راسك ابوسها كده. الزوج بيعمل كده فالعيال يعملوا كده، اعملوا كده نبكوا سوا، بتعلموا. فالاولاد نفس الكلام. فلما احب ابني يعمل شيء بحب وبتشجيع وبتحفيز، أنس ابن مالك النبي عليه السلام بعته في حاجة يشتري، فراح شاف العيال بيلعبوا كده وقف، فالنبي عليه السلام معدي وجاي مسكه منه، يا أنيس وبيضحك، فتبسم لي يا أنيس لا تقدر نقف عليه يا رسول الله أروه، لا عاتبه ولا 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 شق. طبيعة المرحلة اللي قبل سن مثلا 9 سنين اللي هي المرحلة بتاعت تمييز، من سن 7 في اولاد من سن 7 مميزين وفاهمين خلاص، يبقى ابتدي قالهم لا كانش صح ده الصح كذا ولا غلط كذا، لكن ضرب لا. ثقافه اللي تضحد النظريه اللي موجوده في المجتمع بتقول ايه؟ بصوا بقى، بص الاهالي، اهالينا قاموا بممارسه العنف الجسدي علينا فاحنا لازم نعمل كده. مين اللي قال الكلام ده؟ ده مش صح.